ضرب أيمن نموذج في الوفاء والإنسانية ولم يتخلى عن خطيبته ميرا إدوارد التي أصيبت في حادث تفجير الكنيسة البطرسية ديسمبر الماضي، وأجرت 6 عمليات جراحية غيرت معالم وجهها. ووقف أيمن بجوارها وكان يدعو الله لها بالشفاء أثناء فترة علاجها بعدما فقدت والدتها أوديت في الحادث الأليم. ديت أوديت والدة ميرا شهيدة كنيسة البطرسية. وأصرت ميرا على أن يكون حفل الزفاف في موقع حادث التفجير وموقع استشهاد والدتها، واشترى أيمن فستان الزفاف من لندن. بعد تأخر دام أكثر من 5 أشهر، حيث كان يستعدان للزفاف وكان الفرح محدد له عقب عيد الميلاد الماضي قبل أن يغتال يد الإرهاب ضحايا الكنيسة البطرسية. وده حفل الزفاف في الكنيسة البطرسية، حيث كانت ميرا موجودة في الكنيسة مع والدتها أوديت لصلاة قداس الأحد بالكاتدرائية في العباسية حتى دخل الإرهابي وفجر نفسه. ليتم نقل ميرا ووالدتها المستشفى بعد تناصر جثث الشهداء لتنال والدتها الشهادة، وتظل ميرا تخضع للعمليات الجراحية بعدما أصيبت بشظايا في بطنها. ديت ميرا قبل الحادث مؤسف. من جانبه قال فوزي صالح خال العروسة ميرا أن خطيبها أيمن ضرب أروع مثال للوفاء وصمم على الزواج من ميرا رغم حالتها الصحية، ولبى طلبها بأن يكون حفل الزفاف بنفس الكنيسة التي استشهدت فيها والدتها. وأضاف خال العروسة لليوم السابع أن الحفل أقيم الخميس الماضي، والتقطت ميرا صورا مع زوجها بجوار صورة والدتها المعلقة على جدران الكنيسة البطرسية ضمن شهداء الحادث، وبكت بشدة عقب رؤيتها لصورة والدتها، مشيرا إلى أن أيمن سيطير بزوجته ميرا إلى لندن ويعيشان هناك بسبب ارتباطه بعمله في إنجلترا. وكشف عم فوزي عن ذكريات الحادث الأليم، حيث قال إن شقيقته الراحلة كانت تسكن بجوار الكاتدرائية واعتادت الصلاة في الكنيسة البطرسية. وكشف أنه في يوم الحادث استيقظت مبكرا، حيث أنه يوم أجازة من عملها، وتوجهت مع ابنتها ميرا للكنيسة لحضور قداس الأحد قبل أن يتلقى اتصالا بأن شقيقته وابنتها أصيبتا في حادث انفجار الكاتدرائية، فأسرع إلى مستشفى الدمرداش وأخبره الأطباء بأن شقيقته حالتها خطرة بسبب إصابتها بشظايا أدت إلى تهتك في أعضاء جسدها، وأجريت لها عملية ولكن ساءت حالتها حتى قابلت ربها. وتابع شقيقها توفيت شقيقته بينما كانت ابنتها ميرا تركض في مستشفى دار الشفا، وأجريت لها عملية ولكن حالتها كانت مستقرة وما زالت في المستشفى، وكل مرة تسأل على والدتها نخبرها بأنها بخير، ولم نقل لها أنها توفيت حتى لا تسوء حالتها، حتى عرفت بعد ذلك عن وفاة والدتها بعد تحسن حالتها الصحية. ودي ميرا قبل الحادث وبعد جوازها. وداعا يا شهيدة الرب أمي عايدة ميخائيل، ديت حادثة تانية. كانت هذه كلمات مونيكا ابنة القديس أثناسيوس بطرس كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجيرجس، وهي تنعي فيها مقتل والدتها في تفجير الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. لم تنتهي أحزان مونيكا بعد فقدانها والدها في 5 أكتوبر حتى تفقد والدتها ليستلمها الله في السماء، وكأن الشهيدة عايدة كانت تدعو أن تذهب لزوجها في الملكوت. تحاول مونيكا الصبر وتقول عبر صفحتها على فيسبوك: اذكرينا يا أمي أمام عرش النعمة. كما تقول أيضا: يا حرقة قلبي عليكوا أنتوا الاتنين، يا حرقة قلبي عليك يا أمي، قلبي موجوع أوي عليكوا. وتحضر مونيكا قداس اليوم
للصلاة على الشهداء في كنيسة السيدة العذراء وتلتقط الصور الأخيرة لوالدتها عايدة ميخائيل. الشهيدة عايدة ميخائيل ودي صورتها. دي صور الجنازة مونيكا. لم يكن أحد في حي العباسية يشبه العم فهيم في فرحته، الرجل الذي لا تسعه الأرض كلما نظر في وجهي ابنتيه الجميلتين مارينا وفردينا. فمنذ أن جاءت إلى هذا العالم وهما تشكلان بسمته وجائزته الأكبر، يكفي أن يطالع وجهيهما لينسى آلامه ومتاعبه وأن ينفق وقته في تخطيط مستقبليهما. دول بنتين. وأن يخرج للعمل حتى يشتاق لهم ويعود مسرعا حتى يستعيد الوطن الذي يسكن عيونهم والذي يفقده إذا غادرتاه لدراستهما أو حرمهم النوم منهما. يوما بعد يوم تكبر مارينا وفردينا وتكبر أحلام العم فهيم وأماله وتطلعاته لهما. يتخيل ليلتي زفافهما وهو يشبك ذراعه في ذراع كل منهما، ثم يتوقف تفكيره ليحسد هذا العريس الذي سيفوز بقمره الصغير، بينما تكبر مارينا وفردين أمامه كزهرتي فل في عود واحد. وجاء ميعاد قداس الأحد مع الأب، مع الآب الذي خلقهما، لتعودان سريعا للأب الذي تمنى وحلم وأنجب وربى ورسم الحاضر والمستقبل. هكذا كانت العادة، ولكن العم فهيم والوردتين مارينا وفرجينا لم يعلموا أن حبل العادات انقطع وأن الصحبة الدائمة تزعج بعض الناس البعيدين الذين لا يعرفونهم. ولكن لديهم كره للجميع ولكل بسمة ومودة وصحبة وصلاة. خرجت مارينا وفرجينا للقاء الله في قداس الأحد وتدخلت يد الإرهاب ليكون اللقاء دائما. مارينا طالبة الصف الثالث الثانوي وشقيقتها فردينا طالبة الجامعة، ودعتا منزلهما المواجه للكنيسة البطرسية بالعباسية وودعتا والدهما وقصدتا الكنيسة لحضور القداس، وهما لا تعلمان أنه قداسهما الأخير وأن حياتهما المتطابقة التي لا فرق فيها ستنتهي أيضا وهم معا، ليكون الموت أول فراق حقيقي. سارع العم فهيم إلى مستشفى دار الشفاء بالعباسية عقب سماع نبأ الانفجار ونقل الضحايا للمستشفى، ليجد وردتيه الجميلتين وقد قطفتهما يد الإرهاب السوداء مارينا وفردين. سيدة أربعينية عادية تشبه عموم المصريات في طيبتهن وقلوبهن المفطورة دائما، اسمها إيمان يوسف، لا تختلف عن أمك أو أختك أو جارتك. إيمان يوسف. واحدة تانية. الآن يجلس ستيفن ابن إيمان يوسف ينتظر رؤية أمه للمرة الأخيرة إن تمكن من رؤيتها وحضور القداس الأخير معها ليودعها. كما ودع أباه الذي اغتالته يد الغدر في أحداث الاتحادية وسط ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية عندما تصادف مروره وهو يبحث عن صيدلية لشراء علبة دواء لابنه، ولم يعد ولم يحضر الدواء، والآن يودع الطفل إيمان يوسف الأم والحضن الأخير. يعني أبوه مات من الإخوان وأمه ماتت من الإرهاب، ولعله ليس سعيدا بالشقة الجديدة وما زال ينتظر علبة الدواء التي غادر الأب المنزل لشرائها. كلها قصص حزينة. إيمان يوسف. شاء القدر أن يكون مكان تخرج الدكتورة نيفين عادل إحدى شهيدات الحادث انفجار الكنيسة البطرسية هو نفس مكان خروج جثمانها، وهي مستشفيات جامعة عين شمس. هرعت والدة نيفين إلى مستشفى الدمرداش فوق علمها بالحادث، تسأل الأطباء: بنتي نيفين فين؟ الدكتورة نيفين فين؟ ليكشف لها الطبيب عن وجهها الملائكي، وتصاب الأم بانهيار
وتجلس بجوار جثة ابنتها. أكد عدد من أقارب وأصدقاء الشهيدة نيفين لطفي اليوم السابع من أمام مستشفى الدمرداش بأنها تخرجت من كلية الطب جامعة عين شمس، وكانت خادمة في الكنيسة ومحبوبة من الجميع، وهي الآن عروسة في السماء. الدكتورة نبيل. جلس عم فوزي على أريكة في مستشفى الدمرداش، ودخل في نوبة بكاء، فشقيقته أوديت وابنتها ميرا بين الحياة والموت. دي اللي جوزت في بداية الفيديو. وقال فوزي صالح أن شقيقته أوديت زوجها توفى، وأصبحت هي الأب والأم لابنتها ميرا. تحملت مشقة وتعب الأيام حتى يأتي اليوم التي تفرح بابنتها ميرا، بعدما تقدم لخطبتها شاب مقيم بلندن، وكان موعد زواجهما بعد عيد الميلاد المجيد. وأضاف عم فوزي أن خطيب ابنة شقيقته ميرا اشترى لها فستان الزفاف من لندن، حيث سيأتي لإقامة حفل زفافه بعد العيد. وكشف أن الأطباء قالوا له أنه تم إجراء عملية إزالة البنكرياس والطحال من جسد ميرا ووالدتها أوديت، وأنه ينتظر معونة الله بأن يتم شفائهما. وليكن تعليق الإخوان على تبرع مصطفى بكري بالدم لمصابي تفجير الكنيسة البطرسية. دكتور محمد الصغير. مصطفى بكري استغل حارس الكنيسة البطرسية للتخلص من الدم الفاسد الذي يجري في جسمه. وضع محرك البحث جوجل وموقع يوتيوب إشارة سوداء تحت مربع الاستعلام، وذلك حدادا على ضحايا شهداء انفجار الكنيسة البطرسية صباح الأحد. الإشارة السوداء اللي حطها جوجل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام بداية من يوم الأحد حتى الثلاثاء، وبالفعل وضعت جميع قنوات الفضائية الشارة السوداء حزنا مع أهالي ضحايا التفجير الذي كان أغلبه من النساء والأطفال.